السلام عليكم شميساس، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير. مبروك علينا المنتخب المغربي، عقب نتاهلوا ان شاء الله، وعلاش لا نديو كاس العالم لما لا، يا رب العالمين كلشي قريب عند الله. الفيديو ديال اليوم غنجاوبكم على كاينين بزاف ديال البنات اللي سولوني جيهان كيفاش باباك وماما كطلعوا، واش دفعوا فيزا، واش صايبتي لهم انفيتاسيون، واش 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 واش. ان شاء الله نجاوبكم البنات على هذا السؤال ولكن في اخر الفيديو. دابا غنشارك معكم اشنو وصلني من شيئين. كود الخصم البنات هو جيهان، اسم ديالي جيهان، كود خصم فيه 15%. زائد البنات في لاباج ديالهم دابا راه دايرين بزاف ديال التخفيضات، راكم عارفين كان هذاك الفرايداي وهاد الاسبوع عاوتاني كاين سيبر موندي، عندهم بزاف ديال التخفيضات في لاباج ديالهم. اضافه الكود برومو بالاسم ديالي جيهان غيزيدوا ينقصوا لكم 15%. بطبيعه الحال اللي عجبها شي حاجه وباغا تشريها واللي ما ناقصها حتى شي حاجه، كاين واحد المثل كنقولوا حنا في المغرب، اللي ما شرا يتنزه. ونبداو. عرفتوا انا فرحانه لان هاد المره خديت موي عناس، المهم كاينين شي حويجات اللي متنوعين، فيديو زوين. نتمنى حتى تكونوا مسالين ووجدوا شي قهيوه ولا شي كويس ديال اتاي سخون، عاد قلتوا تفرجوا معايا في الفيديو من الاول حتى الاخر. كنت البنات شحال هذه خديت من عندهم هاد اللعيبه هذه باش كنصايب بها البرجر، كنشري الكفته من عند الجزار كنجيبها عاد كندير لها العطريه ديالها وكنصايبها انا بوحدي، كنقادها كنديرها في الثلاجه اولا كنديرها في الكونجيلاتور. هذه كانوا دايرين على انها اسيرو انوكسيدابل، اينوكس على انها ما كتصداش، وفعلا غسلتها وعاودت غسلتها وغسلتها وعاودت غسلتها، راه شحال وهي عندي على ما اظن شي عام تقريبا، راني كنت شاركتها معكم البنات الا تعقلوا البنات اللي متبعيني. فعلى داكشي هذه المره زعمت وخديت موعنات اخرين. اول حاجه البنات خديت هاد الشكيل هذا، عجبني بزاف في الصوينيه ديال اتاي، كيعجبناها كنبدلو نوعو الصوينيه، فخديت هذا كتجي واحد بحال الشكيل ديال البطه وكيجيو معاها المعلقات ديالها ديال اتاي. راني وريتكم البنات كيفاش كيوصل كلشي مونبالي كلشي ملوي مزيان، انا خديتها في الذهبي، كتجي كيجي الديكور ديالها البنات داير بحال هذا الشكيل، والمعلقات صغيورين ديالها، المعلقات ديال السكر كتجي في الصوينيه زوينه. هذا البنات الماتيريال ديالها راه ما كيتصداش، ستانليس ستيل اسيرو انوكسيدابل، كاين في الذهبي وكاين في النقري. انا بما انه باغي ان شاء الله ناخذ صوينيه في الذهبي وبريري ديال اتاي في الذهبي، فخديتهم في الذهبي، كيجيو زوينين وكيجيو المعلقات 6 ديال المعلقات صغيورين ديال السكر. حاجه اخرى البنات اللي خديت هو هذا الخويبو ديال المعلقات المويسات الفريشيطات والمعلقات الصغيورين ديال الديسير اولا ديال السكر، كيجيو 24 بياسة. حتى هما البنات الماتيريال ديالهم اسيرو انوكسيدابلي ما كيتصداوش، وحتى هما خديتهم في الذهبي، الشكيل ديالهم كيحمق كيحمق، انا غير شفتهم خديتهم، راه في اغلب الاحيان كيكونوا كيطيروا ما كيكونوش في السطوك. عرفتوا شحال من مره كناخذ من عند شيئين وكنبغي ناخذهم وكنلقاهم ما كاينينش في السطوك، وبقيت عاصر عليهم عاصر عليهم عاصر عليهم حتى خديتهم. غنوريكم كيفاش كيجيو اونبالين، راه كيجيو اونبالين مزيان ملويين مزيان، كيجي معاهم داك السوبورتي ديالهم في الذهبي، وعلقتهم كيجي الشكيل ديالهم فن، كيتستفوا كيجيو بحال هكا، ثلاثة ديال البياسات هنا وثلاثة ديال البياسات هنا، اون توتال البنات كاين 6 من كل حاجة، 6 ديال المويسات، المويسات كيجيو هنايا الوسط، وكيجيو ثلاثة ديال المعلقات ديال الديسير، معلقات كبار، وكيجيو الفريشيطات. خديت البنات اسبيرادور ديال الطونوبيل، هذه هي الحاجة الوحيدة اللي باقا ما حليتهاش، كلشي حليته وكلشي جربته، غنحلها معاكم دابا، غنوريكم البياسات اللي كاينين فيها. و كنت داك المره خديت شارجر ديال التليفون ديال الطوموبيل، وصراحه صدق ليا الله يعمر ليه الدار، باقا لحد الان كنستعملو. على داكشي هاد المره زعمت وخديت هذا. وعلى فكره البنات انا راه ما كناخذ حتى شي حاجه حتى شي حاجه الا ما قريتش لي كومونتير ديال الناس، الا ما دخلتش، الا ما شفت التصاور، قارنت التصاور مع التصويره اللي حاطين في لاباج، عاد داك السعدات كنختار. يعني الا ما قريتش لي كومونتير وما شفت التصويره راه ما كناخذش الحاجه. المهم البنات كتجي في الكاخه ديالها بحال هكا، راه حيت ليها الميكا ديالها، غنوريكم البياسات اللي كيجيو فيها من الداخل. ديجا قريت عليها كومنت دي كومونتير زوينين، راه فيها اكثر من 1000 كومونتير،
ناس شارينها مجرباهم عجباتهم على داكشي زعمت وخديتها، كتجي بحال هكا كتبرونشا مع الطوموبيل ورخيصه البنات، رخيصه في الثمن. نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف، بركوا عليها وغيخرج لكم الثمن ديالها. كتجي بحال هكا، كيجي معها الكتالوج ديالها فيه طريقه ديال الاستعمال، وكيجيو معها هاد البياسات، هاد الدوبو هذا وهاد البياسه هادي، هادو الريوصه على حساب هذا الراس هذا وهذا الراس هذا. ان شاء الله نجربها البنات في انستغرام، نعطيكم الراي ديالي فيها. ندوز البنات دابا غنوريكم حويجات. على فكره البنات الكود الخصم راه غايبان لكم في الفيديو، جيهان وجميع الروابط ديال كاع لي زارتيكل اللي غنوريها لكم في هذا الفيديو هذا راه غتلقاوها في صندوق الوصف. الا عجبتكم شي حاجه غتمشيو ليها ديريكت، راه غنخلي لكم الوصف وغنخلي لكم الرابط ديالو. وبطبيعة الحال ماشي بالضروري تاخذوا هادشي اللي انا غنوري، اي وحده عجبتها شي حاجه من الصفحه ديالهم فتقدر تاخذها، وما تنساوش ديروا الكود باش تستافدوا من الخصم 15%. انا خديت واحد الصبابيط، واحد الحذاء للوالد ديالي، كيجي اونبالي بحال هكا بحال اللي غتاخذوه من اي محل، وغنوريه لكم من الداخل كيفاش داير. صراحه عندهم صبيبطات زويونين، ها نتوما شوفوا اللون ديالو فن، انا كيحمقني هذا اللون. غنقرب لكم باش تشوفوا الخدمه ديالو كيفاش دايره، ولاطايه البنات كوريكت. اللي بغات تاخذ الاب ديالها، الزوج ديالها، عيد ميلاد، اي مناسبه، لاطاي راها كوريكت. انا خديت ليه لاطاي اللي هو كيلبس، كانوا بعد التعاليق 1-2% دايرين على انه لاطاي جايه صغيره، انا ترددت وفي الاخر خديت ليه لاطاي ديالو، لانه الاغلبيه كانوا دايرين على انه لاطاي كوريكت، والحمد لله الحمد لله جات قدو. كيجيو فيه هاد العيبات من الداخل، راه كاينه وحده اخرى لداخل باش الصباط كيوصل مزيان، ما مديفورمي ما حتى شي حاجه. الصراحه فن كيحمق البنات الصبيبات. وهذه هي الفرده ديالو، ها نتوما شوفوا البنات غزال. خديت ليها البنات حتى هاد الجاكيت هادي ديال هادي ديال بانا البرد، عرفتوا يا البنات سخونه، ها نتوما شوفوا كيفاش دايره من الداخل، كلها مبطنه، كلها كتجي مبطنه من الداخل ومشدوده من الديداس ديالها، ومن صيص من تحت حتى هي فيها لاستيك، فيها جويبات ديالها فنه فنه البنات فنه، فحال تصويره تماما فحال كيفاش وصلت. وراه جايه فيها جوج ديال الالوان، كاينه في القهيوي في هذا اللون هذا، وكاينه في الكحل، ومن الداخل راها كلها مبطنه. ها نتوما فيها جويب هنايا، فيها هاد العيبه من هنا، ها نتوما غنقرب لكم الثوب باش تشوفوه مزيان، فحال الجاكيطه اللي غتاخذوها من شي محل اللي زوين اللي كيبيع حوايج زوينين ديال البرد وسخونه. راجلي ما نسيتوش خديت ليه بيجامه، عقلتو على البيجامه اللي كنت خديت ليها البنات العام اللي فات في الكري هو وسليمان، فحال فحال عجباتو بزاف، عرفتو سخونه وصبن ورد. وهاد المره خديت لي عاوتاني بيجامه، راه غنخلي لكم التصويره البنات باش تشوفوها كيفاش دايره احسن، مشدوده من الرجيلات هادي البنات، راني صبنتها وعاود لبسها باش نشوفها واش كتشرب واش كتقفز واش كتخسر ليها الخياطه واش كتعوج، حيت انا كيعجبني نعرف هاد لي ديطاي هادو. صبن ورد والله البنات، صبنتها وعاود لبسها مقفزات ما حتى شي حاجه، التويب ديالها زوين وسخونه، واخا ماشي ثقيله، ماشي من دوك البيجامات اللي ثقالين، ولكن سخونه، مكتوبه فيها هنايا جود نايت، وفيها هاد لي ديطاي هكا في الجنيبات. المهم بيجامه عاديه للبرد، زوينه وسخونه وصبن ورد. وباقي باقي باقي اختي مع الحويجات ديال الرجال، البامبينو من شي ان كيز، خديت ليه هاد المونطو هذا، بما انه دابا الحال بارد خديت ليه هاد المونطو هذا، خفيف هذا ماشي ثقيل، خفيف ولكن كيجي مبطن من الداخل، كله سخيخن من الداخل، كاين حتى في الغوز بالنسبه للبنيتات، كاين في اللوين في الغوز فوالا البنات. وكاينين لي طاي، انا بالنسبه للاطاي اللي خديت ليه باش يلبس هذا البرد هذا، خديت ليه لاطاي من 3 شهور ل 6 شهور، لاطاي يقولوا لاطاي 6 شهور، هذه 3-6 شهور. وسي سليمان خديت ليه هذه المره منيطه، عرفتو كنكونوا ما كيبغيش يتغطى، اكيد واقيلا تحت نتوما وليداتكم فحال فحال، كيشتا كالصيف ما يبغيش يتغطى ليا، ما يحملش نهائيا الغطا، فيما نفيق في الليل نلقاه معرين عيا ما نغطيه فيه، ما يبغيش يتغطى.
وخديت لي هاد المنيطه هادي للصاله. دابا الحال بارد ملي كنكونوا جالسين هكا في الصاله، شي منيطه اللي تغطى بها هاد المنطه. البنات الخاصيه ديالها انها في الليل كتشعل الضو، كتولي كتضوي، والله الا بصح كتولي كتضوي، هي المنيطه كتضوي. وانا مسكينه كنوض في الليل كنتفتف كندير على البيله ديال التليفون. شي سلايا يا خصنا نشيوها منيطه كتضوي. انا خصني منيطه كتضوي. هذايا الصغارين. لا غنقيها فوق كتافي. لا على رجلي. لا. ياك ما بغيتينيش ناخذ منيطه كتضوي. لا. غير هو البنات فاش تجيبوها، فاش تفرشوها ليها في تفرشوها ليه في الناموسيه ولا تفرشوها ليها في الناموسيه، راه كاينين بزاف ديال الاشكال. انا خديت لي هذه ديال الديناصوريوس، وخديت ليه اكبر طايه اللي تجيه مع الكاما 90. خديت ليه، المهم في الفيديو غيبان لكم المقاس البنات اللي خديت ليه هكا ديال الديناصورات، ولكن راه فيها بزاف ديال الشكيلات للبنيتات ولا الوليدات. هذه كتخليوها 10 دقائق يضرب فيها الضو، ومن بعد كيطفيو الضو، كتولي كلها كتضوي. عرفتو راه عجباتو من نهار جبتها ليه، هو ما باغيش يتفرق مع النيطه ديالو. بالنسبه للوليدات الصغار كيعجبوهم هاد الشكيلات البنات بزاف. غير هو في الاول خليوها يضرب فيها الضو 10 ديال الدقائق وطفيو الضو، غتلقاو المانطا كلها كتضوي. انا حاولت ندير لكم البنات واحد الفيديو ولكن ما باش مزيان، وما بغيتش ندير الفلاش لانه في الفلاش ما غيبانش، ولكن غنخلي لكم واحد التصويره كتبان احسن من الفيديو. Chicos, mirad, es una manta brillante. ¡Hala! Enséñala a los amiguitos. Mirad. Ya, dar la arbilla, la arbilla. Shufu, shufu. ¿Eh? Ana canurri, ana canurri. Para los españoles, una arbilla. Para todo el mundo. Wahed, nasa. بريجانتي. اولي. وبالنسبه لماما خديتها البنات جوج ديال لي مونطو. راكم شفتوا المره اللي فاتت كنت خديت لها واحد مونطو اكس ال، ساعه جاها مزير جاها لحد القد. هاد المره خديت لها من هادوك اللي كيجيو فيهم حتى لي طاي كبار، يعني اكس ال 0 اكس ال 1 اكس ال. فهاد المونطو هذا خديت ليها 0 اكس ال حيت اوفر سايز كيجيو واسعين. غنخلي لكم تصويره وغنخلي لكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش كيجي في اللبسه. هاد اللون هذا، هاد اللون بحال الياجوري، هاد الالوان ديال الشتا. كيجي الشكل ديالو بحال هكا. المهم البنات هكا ما غيبانش ليكم، ولكن غيبان ليكم ملبوس. تويب ديال الكاشمير البنات، هذا هو التويب، هذا هو التوب ديالو سخون. كيجيو فيه الصديفات الوسط، فيه الجياب ديالو والحزيم معه، وفيه الالوان على ما اظن البنات. هذا راه فيه الالوان. المهم انا عجبني هذا اللوين هذا، وخديت ليها مونطو اخر حتى هو شكل اخر، حتى هو ديال هكا ديال الخريف ديال الشتا، ولكن شكل اخر ماشي نفس الشكل. هذا البنات فن كيحمق، بجوجهم زوينين. غير هذا لي ستيلو ديالو عجبني اكثر، ما فيش داك الكتيفات، هو بحال هكا كيجي كيحمق. حتى لا كولور ديالو زوينه. ها نتوما البنات شوفوا الثوب، نقرب لكم باش تشوفوا الثوب مزيان. وكيجي بحال هكا، يجي الشكل ديالو. المهم هكا ما غيبانش لكم مزيان، ولكن راني غنخلي لكم فيديو باش تشوفوه كيفاش كيجي. بغيت غير نقرب ليكم البنات تويب باش تشوفوا، راه غزال تويب ديالو. وكيجيو بجوجهم كيجيو مستورين، هو دين حتى لتحت بالنسبه هادو يلبسوهم، يعني اللي محجبه ولا ماشي محجبه راه كيجيو مستورين حتى للرجيلات لتحت. غزال البنات، هذا حمقني. ان شاء الله المره الجايه ناخذ لي انا شي واحد في طايه صغيره. والصديفات ديالو راه كيجيو مخدومين مزيان، مزيرين، ماشي من دوك الصديفات اللي كيكونوا مرخوفين. اما بالنسبه ليا انا نسيت، عرفتو تمشي جبتهم من الماريو، خديت البنات ليا تشاندل. علاش هذا علاش خديته؟ لهذوك الصباح اللي كتفيقي الصباح ما فيكش القناعات تبقاي تلبسي، تفيقي الصباح بكري غدي وليداتك المدرسه، غتخرجي غتقضي، خاصك تجي تلبسي شي حاجه. فخديت هاد الشاندل هذا، شوفوا اللوين ديالو رائع. انا كنحمق على الطونوس ديال القهوي،
كي جا البنات مشدود من رجيلات هذا الشاندال عادي ولكن راه سخون، عرفتوا راه لبستو شي 4 ولا 5 ديال المرات، سخون البنات مبطن من الداخل، سخون في اللبسه كيجي سريول بحال هكا. السروال البنات ما فيهش الجيوبه، الجيوبه كاينين في السوداديره الفوق، وكتجي الفوقيه ديالو بحال هذا الشكل وفيها جويبات من جنيبات. انا غنخلي لكم البنات ملبوس باش تشوفوا كيفاش كيجي، كيحمق البنات وسخون سخون والله الا سخون عملي ديال يوميا للتقضيه للسخره، النهار اللي تفيقي ما عندكش الكانس بقي عاد تقلبي شنو تلبسي، وصراحه البنات سخون سخون سخون. قضيت هاد السبرديله حتى هي معاها، راه في الفيديو غتشوفوني لابساها معاها. انا مولفه كناخذ من عندهم لي بوط، ولكن الصراحه ما عمري خديت من عندهم دي تانيس بحال هكا، هاد المره زعمت وخديت هادي في البيبض، راه كتجي اون باليه في الكاخه ديالها. كيف التصويره هانتوما البنات راني لبستها، قلت لكم راه تعطلت حيت بغيت نجرب كل شيء، كتجي بحال هاد الشكل مخدومه مزيان، ما فيها لا ديفو لا حتى شي حاجه، غير هو البنات حاجه وحده المهم كيجي فيها هاد الديطاي هكا في الجناب، المهم كتجي البنات في اللبسه زوينه ومريحه، راني تمشيت بها لبستها وعاودت لبستها مريحه في اللبسه، غير هي انا خديت طايه كبر، حيت في لي كومونتير دائما كنرجع للتعاليق واحد النسبه لا باس بها كانوا دايرين على انها كتجي مزيره، خذوا طايه كبر خذوا طايه كبر خذوا طايه كبر، وفعلا خديت طايه كبر على اللي انا كنلبس، جاتني هي هذيك واعره البنات في اللبسه، والشكل ديالها واعر، ورا فيها جوج ديال الالوان، جوج ديال اللوينات حتى اللوين الاخر فيها الالوان كتحمق. انا خديتها في الابيض هكا باش تجيني مع كل شيء، غير هو راكم عارفين الابيض دغيا كيتوسخ، ولكن راه دغيا كتمسح دغيا كتمسح البنات. بالنسبه للبنات اللي دائما كيسولوني على لاطاي ديالي التشاندل، خديت لاطاي ام، وهاد الجاكيطه هاد ديال البنات ديال الجلد حتى هي خديت لاطاي ام، وانه ماشي جلد بوليفيل، هادي باقي ما لبستها هانتوما البنات، حتى هادي البنات خديت لاطاي ام. انا كنحمق على لي جاكيت بحال هكا، ديجا كنت خديت من عندهم جاكيطه في البيج، كنت خديت من عندهم جاكيطه كحله، البنات اللي متبعيني راهم عارفين، باقي ما تقشروا ليا ما حتى شي حاجه، وهاد المره عاوتاني خديت هادي. ما كيعجبونيش انا هاد الجواكط، يجيوني كبارين، كيعجبوني يجيوني لاصقين مزيرين، عاد كيبان الشكل ديالهم، عاد كيبانوا زوينين في المنظر، مفضفضين ما كيجيش الصراحه زوينين. هكا البنات كتجي، وعاد راني لابسه متحسه، هذا راه فحال مونطو، هذه راه فحال كسوه غليظه، قيستها دابا من الفوق غير باش نوريكم كيفاش كتجي. كيجيو فيها لا ديتاي في هاد الكميمات، هاد السنيسله ديالها طريطقه ديالها من هنا، سنيسلات هنايا، هذا ماشي جيب البنات راه غير ديكور، الجلد ديالها ماشي خايب، زوينه البنات مخدومه مزيان، وراه حتى هذه فيها البنات الالوان، كاينه في هذا الماغون هذا وكاينه في النوار، تسفنا عجبتني انا اول مره البنات كنقيسها قدامكم، قولوا لي نتوما في التعاليق كيفاش جات. اخر حاجه خديتها وهو هذا المونطو هذا، اولا كتيوا اولا قميجه كتلبس في كلا الحالات، هذا البنات مستور كتجي هو لحتى لتحت، فيها افتحات من الجنيبات، يلبسوها المحجبات تلبسها اي وحده كتجي طويله وكتجي مستوره. تويب اللوين ديالها البنات هو هذا ميليتار، صديفات ديالها كيجيو مزيرين وكيجيو مخدومين مزيان، والتويب ديالها سخون سخون هو هذا البنات، توب ديال الكشمير كتجي بحال هكا طويله حتى لتحت، تلبسوها مع لي بوط، تلبسوها مع صباط، تلبسوها مع سبرديله، تلبسوها محلوله، تلبسوها مسدوده كيف ما درتو لها كتجي زويونه، وديال دابا ديال الخريف وديال الشتاء لانها راه سخونه، وتلبسو فوقها شي جاكيطه ولا تلبسوها غير هي بوحدها على حسب الجو كيفاش عندكم كيفاش داير. وكيف ما قلت لكم تقدروا تلبسوها البنات سواء محلوله لابسين من تحتها شي لبسه،
سوا مسدوده. انا الصراحه كنلبسها هكا مسدوده بحال شي قميجه او شي مونطو ثقيله، نقدر نلبس من يكون البرد هكا بزاف نلبس من فوقها شي جاكيطه من الفوق. صافي اخر حاجه البنات، اخر حاجه خديت وهو هاد لي كوفغلي. راكم عارفيني انا دائما كناخذ منهم وكنعاود ناخذ منهم، وكاع لي كوفغلي اللي خديت تقول يلاه يعمر ليهم الدار، صبن ورد، ما تيطلقوش الالوان في بعضياتهم، ما تيشربوش، ما تيقفزوش، ما حتى شي حاجه. راه غير اخر مره كنشارك معكم واحد الكوفر اللي كنت درتو في كنت كنوجد بيت نعاس لبابا وماما، ماما حمقها عفتو البنات تويه برطيطه في الصيف، وفي الشا كتعمروهم كيتعمروا بمانطا اولا بكويت، فاش كيتعمروا كيجي فيهم المنظر غزال واعر. انا البنات خديت اكبر مقاس، كل وحده تاخذ على حساب الكامة ديالها على حسب الناموسية، خديت اكبر مقاس، وهذه هي الزواقة ديالهم. كيف التصويرة كيف لاباج كيفاش كتوصلكم لا ميم شوز، والكوفر اللي ديالها راه طويل هنا راه ما غيبانش ليكم البنات مزيان. المهم هو تشوفوا الزواقة راه في حال التصويرة تماما، كتجي فيه السنسلة، هاد الشيء هو اللي كعجبني فيهم ماشي الصدايف. وبان ليا البنات على انه نقدروا نديروا على جوج جوايه، نقدروا نديروا على هاد الجهة هادي اولا نقدروا نديروا على هاد الجهة هادي، والله اعلم انا الصراحة باقي ما جربتو البنات. المهم لي كولور ديالو كيحمقوا، انا تعجبوني في بيت نعاس هكا يكونوا الوان حيه، يكونوا الوان بهجه، الوان زوينه. ما كيعجبنيش الكري، الرواقات في الكري، الفراش في الكري، داكشي كيجي كئيب، كيعجبوني الوان حيه. وفوالا البنات هذا ما كان، ما تنساوش الكود ديال الخصم جيهان اللي باغا تشري شي حاجه. بطبيعه الحال انا كنوريكم كنعرفكم باللي زارتيكل اللي كاينين، شحال من الاخوات عندهم بزاف ديال الذوق في حالي، كنوري شي حاجه حتى هي كتعجبها. سينو دخلوا لاباج خذوا اللي شهوتكم فيه، اللي باغا تاخذ شي حاجه، اللي ما خاصها حتى شي حاجه ما تشريش. لاباج البنات دابا راه فيها تخفيضات، زائد كود برومو اللي خليت لكم 15%، راه الانسان كيوفر الا كان محتاج طبيعه الحال ياخذ شي حاجه. والروابط راني غنخليها لكم في صندوق الوصف. وهاد المره تعطل باش يوصلني 17 يوم بالحساب، 17 يوم عرفتش علاش، نورمالمون البنات كتعطل ليا من 10 ايام، حصل 12 يوم، هاد المره تعطل ليا 17 يوم، الصراحه ما عرفتش علاش. ندوزو للموضوع اللي بزاف منكم سولوني عليه، فاش كنهضر كنقول لكم بابا ماما، بزاف ديال البنات خاصه البنات اللي قربوا يولدوا جيهان بغيت نطلع ماما كيفاش دارت ماما كتطلعات، واش صيفطت ليها انفيتاسيون. انا البنات ما صيفطت لهم حتى شي حاجه من هنايا، ماما خدامه، الوالد ديالي حتى هو هكاك، دونك في القنصليه الاسبانيه في المغرب كيدفعوا الاوراق ديالهم هما ديال الخدمه، فيش دو باي، داكشي اللي كيطلبوا ليهم هما. ما عمري انا ما صيفط لهم شي ورقه من هنايا، باش كيبغيو ياخذوا الفيزا كياخذوها على حساب الاوراق ديال العمل ديالهم تما في المغرب. هاد المره هادي كان اختلاف، بما انه من نهار بدا الكوفيد ما بقوش كيعطيو الناس الرونديفوات، والفيزا باش يطلع الانسان ما بقاتش، يعني عيات ماما مسكينه كتسنى الفيزا باش تطلع، سورتو انا فاش عرفتني حامله وكانت باغا تجيب باش تحضر ليا الولاده ديالي، والو ما لقاوش رونديفو مع الفيزا وكانوا حابسين. دونك اشنو درنا، دفعنا لهم الاقامه في المغرب، دفعوا الاوراق ديال الاقامه في القنصليه، وفاش جاوا لهنايا مشينا للاكسترا خيريه باش خرجت ليهم الترخيطه ديال ريسيدنسيا. هاد المره البنات الاخرانيه فاش جاوا بابا وماما ما جاوش بفيزا، ما صيفط ليهم لا انفيتاسيون لا والو، جاو بالترخيطه ديال ريسيدنسيا. نتمنى نكون جاوبتكم على السؤال ديالكم. هادشي اللي كاين، هنا غنحبس معكم الفيديو، خليتكم في امان الله. كتبوا لي في لي كومونتير البنات اشنو هما لي زارتيكل اللي عجبوكم اكثر، باش هكا نشوف واش الذوق ديالكم، خا انا عارفه المتتبعات ديالي الذوق ديالهم بحالي. المهم كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما نكونش طولت عليكم بزاف وما نكونش هضرت بزاف، راني كنتوحشكم فاش كندير شي فيديو، كنبقى غير كنهضر وكنحاول نزرب باش الفيديو ما يجيش طويل. ما تديوش عليا، تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش اللايك، التشجيعات، البارطاج ديالكم، وغنقول لكم خليتكم في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.